السلام عليكم. كنت بس عايزة اجاوب على كم سؤال بسرعة. اول حاجة كان السؤال بيقول اختفاء النتيجة ومش عارف ايه. والله هو مش مستاهلة، يعني ان هي مهما كانت نتيجتك ايه فخليكي يعني مبسوطة بنفسك ايا كان. بس بقولي انت عايزة تختفي فين وانا اجي معاك، ربنا يستر. الحاجة التانية، ذوقي مش عارف ما بيلقش على ايه. يعني هي اسئلة بنات معظمها، ذوقي يعني مش لايق وبلاقي تريقة. بس يا حبيبتي هو طبيعي، فاهماني؟ يعني انا مثلا واحدة المفروض عندي 18 سنة، فالمفروض ان انا عاقلة يعني بيقولوا. بس لما بروح مثلا اشتري كوتش او حاجة دايما بجيبه اللي هو مرسوم عليه ارنوب، والله ما بهزر. يعني هو بيبقى كوتش ومرسوم عليه ارنب فاطفالي اساسا، بس طالما هو في منه مقاسي 39 و40 خلاص. السؤال بيقول انا مختمره بس البناطيل والمشربات. بصي هقول لك على حاجه، انا مش شيخه بس انا كانا يعني ممكن البس، عارفه انت الميني دريسات طبعا اللي هي بتبقى واسعه الطويله قوي دي. فانت ممكن يعني زي ما قلت بقى، انت ممكن تلبسي واحد وعليه بنطلون. البنطلون ده بقى بيبقى بنطلون اسمر واسع كده، فاهمه؟ ده اللي انا بلبسه يعني. بس انت ممكن تجيبي الاوسع كمان. بس هو مش باين يعني، حته بسيطه كده من رجلي، وبيبقى بنطلون برده شيك وقمر ومختمره والدنيا بتمشي يعني. متعقديش نفسك قوي، خصوصا لو لسه بدا الموضوع ده. السؤال الاخير بقى، لان الصراحه انا تعبت بتكلم وانا ماشيه اساسا. المكرونه والبانيه، هو السؤال يعني ان ماما بتتريق عليا عشان انا مش بعرف اعمل مكرونه وبانيه. والله وانا عايزه اقول لك ان كويس ان انت ارتقيتي لمرحله مكرونه وبانيه. في ناس لسه ما بتعرفش تعمل البيض من غير قشر، فقولي الحمد لله. اخر حاجه، انا مش راضيه عن شكلي قوي لان عندي حبوب كتير في بشرتي. لا حاجه طبيعيه على فكره، يعني معظمنا كبنات متهيألي عندنا حبوب في بشرتنا، واحنا مش لينا فترات يعني عادي. والله بتبقى الحبوب لمبه كده عادي عادي، وخرجي وعيشي حياتك محدش له حاجة عندك. بس كده يا بنات، نكمل بقى بقية الأسئلة العجيبة الصراحة اللي أنا شايفاها عجيبة من وجهة نظري في مرة تانية. باي.